estudiantes de español. Bienvenidos a las clases virtuales para el primer curso de secundaria. اهلا بكم اعزائي طلاب اللغه الاسبانيه في الحصص الافتراضيه للصف الاول الثانوي. En la clase de hoy seguimos estudiando la tercera unidad se titula Mis compañeros. في حصه النهارده ما زلنا مع بعض بندرس الوحده الثالثه وعنوانها Mis compañeros زملائي في la دي de hoy vamos a مع بعض ازاي اوصف الشكل الخارجي. Ademas كمان هندرس إزاي اوصف الشخصيه. هنتعرف كمان مع بعض على مجموعه من الصفات اللي بتوصف الشكل الخارجي. سابير لوس Tambien vamos a aprender los adjetivos de carácter. وحندرس كمان مع بعض الصفات اللي بتوصف الشخصية. Saber el género y el número de los adjetivos. وأخيراً هنتعرف على ال género y el número, العدد والنوع في الصفات. هننهي الحلقة كالمعتاد بألغونص أخاملوس ببعض الأخاملوس الأمثلة y la práctica والتدريبات. empezamos نبدأ ¿Estáis مستعدين خلينا نشوف مع بعض أول جزء في حلقتنا النهاردة لا ديسكريبسيون المرة اللي فاتت اتكلمنا عن الوصف قلنا إن الوصف عندي بينقسم إلى شقين لما أكون بوصف أشخاص إما إن أنا أكون بصدد وصف الشكل الخارجي ديسكريبير الفيزيكال دونا اوصف شكل الشخص الخارجي يعني اقول طويل قصير تخين رفيع اسمر اشقر وهكذا او ديسكريبير الكاركتر او اوصف شخصيته او لطيف ظريف مرح بخيل كريم كل الصفات اللي نقدر نقول عليها انها صفات شخصيه خلينا نتعرف مع بعض على لوس دوس تيبوس دي لا ديسكريبسيون ديسكريبسيون فيزيكا ديسكريبسيون ديالكاركتر. ريكوردامس نفتكر مع بعض لا ديسكريبسيون فيزيكا لما درسنا مع بعض وصف الشكل الخارجي الحلقة اللي فاتت اتكلمنا اني بستخدم تريس بيربوس بستخدم ثلاث افعال عشان اوصف الشكل الخارجي دون بيرسون ازاي؟ انا بستخدم الاول البربو سير واللي معناه يكون وان سير بيجي بعديه اتخيتيبو مي بيان كمان بستخدم البربو تنير اللي معناه يملك وقلنا بعد تنير يجي نعمر اسم او سوستانتي خلينا نشوف بعض الصفات اللي بتيجي بعد البربو سير البربو سير بربو موي الريجولار فعل شاذ عن القاعده بيتصرف ازاي نفتكر مع بعض كان يو ساي تو ارس ال اي استاد اس سير يجي بعدها مورانا زي ما الصوره عندي مبينه الصوره زي ما اتفقنا تغني عن الف كلمه في الصوره شايفين لا سينيورا اسمه رينا السيده اللي ظاهره عندي في الصوره مورينا لون اسمر روبيا شقره كاستانيا شعرها كستنائي بالي روخا شعرها احمر في الصوره الثانيه انا شايفه شخصيه قدامي التا طويله باخه قصيره بعدها جردة، بين انها بدينه دلجاده نحيفه الصورة الأخيرة في الوصف أو الصفات اللي بتيجي بعد سير خابن معناها شابة أو صغيرة في السن، وبيخا ومعناها مايور دي إداد يعني كبيرة في السن. لو لاحظنا حاجة على الصفات المطروحة قدامي هلاحظ إنها كلها منتهية بحرف الأ. إذن هذه الصفات بتوصف مؤنث ولا مذكر؟ بتوصف مؤنث. اتفقنا إن معظم الكلمات المنتهية بحرف الأو بتكون كلمات مذكرة. واني عشان اجيب المؤنث منها بحول او الى اه اما في الصفات اي صفه منتهيه بحرف o في المذكر المؤنث بتاعها بيكون باني احول o الى اه اتكلمنا مع بعض كمان عن البيرب وتنير وقلت بعد تنير بيجي اسم وقلت ايه الاسم اللي ممكن يجي في الوصف ما هيكون وصف اي جزء من اجزاء جسم الانسان تنير البالو الشعر والشعر ده هيكون وصفه اما ليسو يعني ناعم زي ما الصوره مبينه لي ريسادو زي ما انا كارلي او مجعد لارجو طويل كورتو قصير ولاحظت ان الصفات اللي جايه مع البالو كلها منتهيه بحرف الاو لان البالو اسم مذكر ولان في الاسباني الصفه بتتبع الموصوف زي ما اتفقنا من حيث النوع والعدد فقلت البالو ليسو او البالو ريسادو البالو لارجو او كورتو الشعر طويل او قصير كمان اتكلمنا مع بعض على لوس آخوس. اتكلمنا كمان على العين ازاي اوصف العينين العينين مذكر جمع فقلت لوس آخوس تبقى معاها اللون العين بردس لوس آخوس مرانس لونهم بني لوس آخوس نيجروس عيون سود لوس آخوس اثولس عيون لونها ازرق لاحظت ان الصفه جايه مع لوس آخوس جمع مذكر زي ما شفت بردس مرانس نيجروس اثولس اتكلمنا كمان على وصف لا نريف. الأنف لا ناريس أول ما أقول وصف أبص على الكلمة اللي موجودة قدام يا ولاد هل هي مفرد ولا جمع؟ مؤنث ولا مذكر؟ ده لأن زي ما اتفقنا في بداية شرحنا للشريحة دي إن الصفة إن إسبانيول بتتبع الموصوف من حيث النوع والعدد، يعني الكلام ده يعني لو كان الشيء اللي أنا بوصفه مفرد الصفة بتيجي في شكلها المفرد، إذا كان مؤنث بتكون مفرد مؤنث، إذا كان مذكر بتكون مفرد مذكر. تعالوا نشوف لاناريس، لاناريس كلمة مفرد مؤنث بيان، فقلت ترير لاناريس بيكينيا يعني الأنف صغيرة. او تنير لا ناريث جراندي. اتكلمنا كمان عن البربو يبار وقلنا ان البربو يبار ليه معاني كتير من ضمنها المعنى يرتدي، يرتدي يعني يلبس وقلت ان يبار تيجي مع لا روبا، لا روبا يعني الملابس. ييبقى unos بنطلونوس باكيروس لابس جينت. جِبَأْ اونا كاميسيتا باردة، لابس تيشرت لونه اخضر. كل ده استخدم معاه البيربو يبار بيربو مجموعة أولى وماشي على القاعدة بيربو ريجولار كمان قلت إن في أربع كلمات بتيجي مع البيربو يبار أو تعبيرات بقول ديابا بيجاط يعني له شارب ديابا باربا زي ما الصورة موصلة لي له ذقن ديابا جافس بيرتدي نظارة ديابا بالو تتقال على السيدة اللي بترتدي طرحة أو حجاب خلينا نشوف مع بعض الجنوس الخامبلوس على القاعدة اللي فاتت. أنا قلت يو سوي التو إي دلجادو. يو سوي التو إي دلجادو، مين هنا اللي بيتكلم؟ أنا بتكلم على نفسي، فقلت يو سوي التو يبقى أنا شخص إيه؟ مفرد مذكر إي دلجادو، يبقى أكيد اللي بيتكلم بيقول يو سوي التو ده خوان أو كريم. أما لو أنا ريم اللي بتتكلم فيمينينو هقول يو سوي التا إي دلجادو، موي بيان. اتمنى يكون معانا الكوادرنو دي إسبانيول زي ما اتفقنا واكون بكتب الاخامبلوس دي واحولها انا بعد الحلقه اي اخامبلو موجود عندي في شكله المذكر انا بحوله للمؤنث هي اس مورينا اي غوابا هي هي اس مورينا اي جوابا. لان هي اما ضمير بيعود على المفرد المؤنث الصفه جت معاها مورينا اي غوابا خلينا نشوف المثال التالي: Mi amigo tiene el pelo corto y rizado. Mi amigo tiene el pelo corto y rizado. في المثال ده أنا استخدمت البربو tenere لأن الشيء اللي أنا كنت عايز أوصفه كان البالو الشعر، فأنا اتفقت معاكم إن تياني يجي بعدها sustantivo أو اسم. ولذلك انا عايز اوصف الشعر أو اوصف لون العينين او اوصف آه شكل الانف او الفم بستخدم الفيربو تيمير. يو ديفو اوناس اونوس و... غافاس يو ديفو اونوس غافاس خلينا نشوف احنا علشان نعمل الوصف عملنا ايه حطيت السوخيتو بتاعي كان ضمير فاعل يو في الجمله الاولى ثم البيربو سير يو سوي ثم حطيت الصفه التو اي دلجالو طيب هسألكم لما بقول يو سوي التو اي دلجالو هل ده وصف فيزيكو او دي كاركتر؟ انا بوصف الشخص كده فيزيكامنت شكله الخارجي ولا بوصف شخصيته؟ انا كده بوصف شكله الخارجي أيه اس مورينا إي جوابا برضو في نفس الجملة أنا حطيت ضمير الفاعل أيه ثم حطيت البربو سير بعدها جت الصفة مورينا إي جوابا ولاحظت طبعاً توافق الصفة مع الموصوف لإني بتكلم بقول أيه اس مورينا إي جوابا يعني أيه مؤنث جت الصفة في شكلها المؤنث طب لو قلت أل أل هقول أل اس موبيان سمع حد بيقول لي أل اس مورينا إي جوابا يا ريت ناخد الاخامبلوس دي في الكوادرنو بتاعتنا نكتبها ونحولها من المؤنث الى المذكر بعد الحلقه طيب انا بقول مي اميجو تياني البالو كارتو اي ريسادو هل انا لو غيرت في الجمله الثالثه وقلت مي اميجا هيحصل اي تغيير ابدا لان اللي انا بستخدم مي اميجو ده هنا الفاعل الفعل اذا كان مؤنث او مذكر ما بيأثرش على الفعل انما بيأثر على الصفه يبقى هقول مي اميجا تيانا البالو كورتو اي ريساد موي بيان يو جيبو اونوس جافاس انا برتدي ندارة لو قلت تو هحول البيربو من يابا الى جيفاس لو قلت آلها او اي هقول ال او اي يابا لما احط الجمل دي قدامي يا ولاد واحولها من شكل او المفرد الى الجمع او من المؤنث الى المذكر او اغير الفاعل فبالتالي اغير تصريف الفعل ده بيكون تدريب جيد جدا ليا مش بس تدريب على ازاي استخدم او اوظف الثلاث افعال سير وتنير بار في الوصف لكن كمان تدريب على كتابه الجمله تماما ان انا اكتب جمله الوصف بطريقه صحيحه خلينا ننتقل لاخر لص اخرى بقول تو أرس جاردو اي التو تو هنا انت ولا انت وليه تو أرس جاردو اي التو هنا انا بكلم انت مفرد مذكر والدليل على كده ان الصفه عندي جت جاردو اي التو ومشيت برضو بنفس الطريقه اللي احنا اتفقنا عليها اني كتبت السوخيتو بتاعي كان الضمير تو ثم الفعل سير متصرف معاه بشكل مناسب مع تو بيكون ارس وبيان ثم حطيت الصفه اللي بتعبر لي عن المفرد المذكر فقلت تو ارس جوردو اي التو معنى كده اني بوجه الجمله بتاعتي لشخص مفرد مذكر طب لو انا هوجه الجمله بتاعتي لشخص مفرد مؤنث لبنت مثلا هقولها تو ارس جوردا اي التا بيرفكت تيكا تياني لاس أخوس جراندس. لا تشيكا تياني لاس أخوس جراندس. البنت عيونها وسعين. طب لو قلت ال حولتها من لا تشيكا البنت إلى إل الولد، هقول تياني لاس أخوس جراندس. مش هيحصل أي تغيير في الجملة، لأن هنا البربو تينير بيتصرف مع إل وايا نفس التصريف. بيدرو ديبا باربا إي بيجاتي. بيدرو جيبا باربا اي بيجوتي بيدرو لديه لحيه وشارب طب لو انا هحول الجمله دي الى كارمن هقول كارمن مثلا جيبا جافاس او اقول ليلى جيبا بلو ليلى لابسه طرحه مي بادري اس باخو مي بادري اس باخو والدي قصير طب لو انا حولتها لمي مادري هقول مي مادري اس باخا مو بيان لان احنا ماشيين على قاعده توافق الصفه مع الموصوف في النوع والعدد زي ما هنشوف مع بعض دلوقتي هننتقل مع بعض لكومو ديسكريبير الكاركتر كومو ديسكريبير الكاركتر اتفقنا مع بعض في الحلقه السابقه ان للسؤال عن الوصف بستخدم اداه الاستفهام كومو اللي معناها كيف ماس زائد البربوس هير فاقول كومو ارس انت عامل ازاي لو قلت كومو ارس وسكت يبقى طالب مني وصف الشخصيه وكذلك الفيسيكا الشكل الخارجي اما لو قلت كومو ارس فيسيكامنت يبقى انا بطلب منك توصف لي شكلك الخارجي لكن لو عايزه وصف شخصيتك هقول, هقول لك كومو ارس دي كاركتر كومو ارس دي كاركتر نشوف مع بعض إزاي أستخدم القاعدة اللي اتكلمنا عنها para describir el carácter de una عشان أوصف شخصية إنسان. كومو إرث de carácter، إنت شخصيتك عاملة إزاي؟ عشان أجاوب على السؤال ده، أستخدم البربوسير ماس más los دي de carácter، الصفات اللي بتوصف الشخصية. كومو ارس ده كاركتر استخدمت اداه الاستفهام كومو ثم البربو سير متصرف بشكل مناسب للشخص المقصود بالكلام ثم عقدتها بدي كاركتر علشان احدد للشخص اللي قدامي اني طالبه منه وصف الشخصيه خلينا نتعرف مع بعض على لوس ابيتيوس دي كاركتر ايه هي الصفات اللي توصف الشخصيه En español tenemos algunos adjetivos de carácter. عندنا في اللغة الإسبانية بعض الصفات اللي بتوصف الشخصية. زي ما اتفقنا الصورة تغني عن ألف كلمة. في الصورة دي أنا بقدم شخص سيمباتيكو يعني لطيف. والعكس بتاعها زي ما الصورة مبينة لي أنتيباتيكو. سيمباتيكو وعكسها. El contrario de simpático es Antipático. El contrario, y Shabeb ya ni el ax. Yani inteligente. Inteligente. Ya ni Zaki. Muy bien. Waxha tonto. Inteligente, el contrario de inteligente es tonto. El contrario, ax inteligente, es tonto. الصورة التالية شخص تريستي، حزين والعكس على شخص مبتهج هنا قدامي شخص غراسيوسو غراسيوسو مرح غراسيوسو وعكسها شخص سريو جاد غراسيوسو يل كونتراريو دي غراسيوسو اس سريو Optimista, optimista da shock se dai PESSIMISTA, muta fe'l pesimista da shock muta shake. Optimista. Al contrario, PESSIMISTA. Sociable. الصورة مبينة لي شخص حواليه ناس كتير يعني اجتماعي. تيميدا شخص خجول لو كان الصفة بتوصف مذكر مبيان أما لو كانت مؤنث اللي في الصورة هقول تيميدا. خلينا نشوف الجونوس أخيمبلوس بعض الأمثلة para describir el carácter، علشان أوصف بيهم ال الشخصي بقول مي amigo es temido، Mi amigo es temido، Mi amigo حطيت الفاعل ثم البربوسير ثم الصفة، ده هيفيدني يا ولاد في الكتابة، أتمنى ناخد نوتس كده في الكواديرة دي اسفانيول. نكتب فيها إن بحط الفاعل بتاعي ثم البربوسير متصرف بشكل مناسب لهذا الفاعل، ثم الصفة في شكل يتوافق مع الموصوف. يعني انا قلت في الجمله بتاعتي مي أميغو اس تيميدو انتوا في كراساتكم تكتبوا مي أميغا اس هم تيميدا موي سوزانا سوسانا اس سيمباتيكا سوسانا اس سيمباتيكا سوسانا لطيفه طب لو شلت سوسانا حطيت خوسي هقول خوسي اس سمباتيكو بيرفكت سمباتيكو الجمله اللي بعد كده بقول لا chica اس inteligente لا chica اس inteligente اوخو ناخد بالنا اتنسيون يا شباب انا هنا قلت لا chica اس inteligente الصفه هنا انتليجنتي ذكي منتهي بحرف ال ايه في الحاله دي هذه الصفه بتوصف عندي الفيمينينو والماسكولينو المؤنث والمذكر يعني لو انا غيرت الجمله بتاعتي وحولت الفعل من لا تشيكا هقول التشيكو اس انتليجنت مو بيان مش هيحصل كامبيو او تغيير في الصف شوف بعض الامثله الاخرى مي بادري اس سيريو مي بادري اس سيريو حطيت الفعل كان مي بادري وبعدين البيربو سير متصرف مع مي بادري يعني ال يبقى البيربو معاها هيبقى اس مو بيان سيريو يعني جاد طب لو حولت الجمله دي في الكوادرنو بتاعتي الى مي مادري هقول مي مادري اس سيريا موي مي مادري اس سيريا البرتو اس غراسيوسو البرتو اس غراسيوسو البرتو مرح طيب لو غيرت الجملة بتاعتي يلا في الكوادرنو بتاعتنا زي المعتاد نقول ماريا اس غراسيوسا برداديرو صح خلينا نشوف نقول بيدرو نو تيني اميغوس بيدرو نو تيني اميغوس بيدرو ملهوش اصدقاء ليه هو شخص ايه اس تيميدو اس تيميدو هو خجول طيب لو مكان بيدرو انا قلت ايسابيل هقول ايسابيل نو تياني اميغوس ايسابيل ما عندهاش اصدقاء اس تيمي ده موي بيان ال اي النوميرو نوميرو دي هنلخص مع بعض دلوقتي القاعده اللي بنتناقش فيها من بدايه حلقتنا وهي قاعده الخنرو اي النوميرو النوع والعدد النوع طبعا انا عارف يعني ماسكولينو اي فيمينينو مذكر ومؤنث género de los ادجكتيفوس انواع الصفات ان بتنقسم الى ماسكولينو اي فيمينينو خلينا نشوف لو بقول سيمباتيكو للمذكر سيمباتيكا للمؤنث ناخد الصفه دي ونحطها في جمله في الكوادرنو دي اسبانيول فاقول مثلا Karim es simpático. La que naúl Dalia es simpática. Muy bien. Nen el la Shariha Italia. Los adjetivos masculinos terminan con O. Una en el Sfot. Fahelet muzokar bitkum muntahia bil O. Fahul masalan. Alberto es simpático, tímido, gracioso. الصفه مع البرتو لانه مفرد مذكر كانت سيمباتيكو تيميدو غراسيوسو جينيروسو اكتيبو أمستوسو كل دي صفات منتهيه بالاو طيب لوس اكتيبوس فيمينينو في حاله المؤنث ترمينا كون اه بحول الاو الى اه فاقول ساره اس تيميدا غراسيوسا أمستوسو، اميستوسا اكتيبا كل ده بحول الصفه من الـ o الى الا علشان تتحول من المؤنث الى ال من المذكر عفوا الى المؤنث toma notas ناخد الملحوظه دي نحطها في نودي الاسبانيول ادخيتيبوس كي ان اتعرضنا مع بعض اثناء دراستنا لوس ادخيتيبوس الصفات اللي بتوصف الشخصيه او كمان الصفات اللي بتوصف آه الشكل الخارجي لبعض الصفات اللي بتنتهي بحرف الاي قلنا ان الصفات المنتهيه بحرف الاي بتبقى بويننسير سير او ماسكولينوس ممكن تبقى للمؤنث او المذكر طيب انا هفهم منين او اعرف يقصد بيها ايه من الكونتكست من السياق يعني لما يقول لي ساره اس الاجري يبقى سارة مبتهجة. أما لو قال لي بيدرو إس أليجري يبقى أليجري هنا معناها إن بيدرو مبتهج. الجملة اللي بعدها هي إس sociable، هي اجتماعية. طب لو قلت قال إس sociable، تبقى معناها إن هو اجتماعي. توماموس نوتة ناخد دي ملحوظة نحطها في الكوادرنو دي إن الصفة المنتهية بحرف الإيه بتتناسب مع الماسكولينو والفيمينينو. كل ده يا شباب في حالة المفرد تعالوا نتعرف على جمع الصفات ال plural اتفقنا ان الصفة ان اسبانيول بتتبع الموصوف في النوع والعدد يعني ايه الموصوف يعني الفعل بتاعي طيب اذا كانت الصفة منتهية ب او A او ا او اي انيا ديموس Muy موي بيان. اضف لها أس ازاي يعني اول مثلا تيميدا يبقى الجمع تيميداس فاقول ال estudiante es timido، الطالب خجول. طب لو عايز أقول los estudiantes، هقول los estudiantes son timidos. موي bien. حطيت إس عشان أحول من المذكر إلى، من المفرد إلى الجمع. Tonta. Tonta. مفرد مؤنث، عايزة أخليها لجمع المؤنث، هقول طونتاس. Sociable. منتهية بالايه، هضيف إس هتبقى sociables sociables escucha y lee هنروح لأم بارت موي انترسانتي بلا كلاس هنروح لجزء م... يعني شايف جدا في الكلاس بتاعنا النهاردة وهو جزء الاستماع أثناء الاستماع يا ولاد هعمل إيه؟ هنسمع زي المعتاد الشريحة بتاعتنا مرتين المرة الأولى أنصح أن أنتوا تسمعوا بدون ما تقروا الكلام اللي مكتوب على الشاشة طب نعمل إيه؟ اكتب في نوت إسبانيول الكلمات اللي قدرت اميزها من الديالوجو ثم نرجع في المره الثانيه نقرا الديالوجو مع السماع علشان اتاكد من طريقه النطق بتاعتي وفي نفس الوقت من الكلمات اللي سمعتها نسمع مع بعض المره الاولى Unidad 3. Mis compañeros. Actividad 1A. Escucha y lee. Hola, mami. Hola, cariño. ¿Qué tal el cole? Bien. Tengo dos compañeros. Muy simpáticos. ¿Ah sí? ¿Cómo se llaman? Mina y Rami. ¿Y cómo son? Pues Mina lleva gafas. Tiene el pelo rubio y los ojos verdes. ¿Y Rami? Rami es alto, delgado, moreno y tiene los ojos grandes y negros. Ah, ¿y los profesores? Bien, pero la profesora de matemáticas es muy seria. Unidad 3. Mis compañeros. Actividad 1A. Escucha y lee. Hola, mami. Hola, cariño. ¿Qué tal el cole? Bien. Tengo dos compañeros, muy simpáticos. ¿Ah sí? ¿Cómo se llaman? Mina y Rami. ¿Y cómo son? Pues Mina lleva gafas tiene el pelo rubio y los ojos verdes. Y Rami Rami es alto, delgado, moreno y tiene los ojos grandes y negros. Ah, ¿y los profesores? Bien, pero la profesora de matemáticas es muy seria. Sufna el diálogo que <coughs> dar Miguel y su madre, Miguel y بدات الحوار بان ميجيل راجع من مدرسته تقريبا كده فبيقول لمامته اولا مامي بيرحبوا ببعض بعدين ردت عليه اولا كارينيو اهلا حبيبي كيتال الكالي، كيتال فاكرين كيتال يا اولاد اول ما تعرفنا عليها كانت وانا بسال عن احوالك ما اخبارك هنا قالت كيتال وحطت بعدها سنتاج نومينال اسم معرف كيتال الكالي، ما اخبار المدرسه فقال لها كويس وبعدين بدا يشرح لها تينجو دوس كومبانيروس موي سمباتيكوس Tengo dos compañeros, لأنهم dos compañeros اتنين زملائي. لما جم ساعة الصفة قال موي سمباتيكوس حط الصفة بشكل متناسب معاه قلت له آسي كومو سيامان؟ كومو سيامان؟ كومو سيامان يعني اسمائهم إيه؟ فاكرين البرب يامارسي؟ اللي كان معناه يسمى أو يدعى بصرفه يوم يامو، تو تياماس، السياما. دلوقتي اتعرفنا عليه مع أيّص أيوس سي فرد عليها أيوس يامن مينا إي رامي، هما اسمهم مينا ورامي. إي كومو سون وشكلهم عامل ازاي؟ كيف يكونوا؟ قلنا أنا علشان أسأل عن الوصف بستخدم البربو سير بيتناسب مع الشخص اللي أنا بتوجه ليه بالوصف أو بسأل عن وصفه بعد أداة الاستفهام إيه؟ كومو. هنا قالت له كومو حطت أداة الاستفهام اللي معناها كيف؟ ثم سون البربو سير مع ايوس كومو سون ايوس شكلهم عامل ازاي فلا بويس نينا جيبا غافاس نينا لابس نظاره تيان البالو روبيو لصاخص بيردس بيوصف شعره وبيوصف عينيه استخدم البربو تنير اي رامي قال لها رامي اس استخدم الاسم رامي اس البربو سير وبعدين حط الصفات التو دلجادو اي مورين اي لوس اما جيت عند وصف العين قال لي تيان لوس Grandes y Negros. La profesora de matemáticas, la profesora. مفرد مؤنث فجت الصفة اس muy seria. منتهية بالأ. Y ahora vamos a practicar. دلوقتي هناخد بعض التدريبات على القواعد اللي درسناها مع بعض النهارده. ها، أستايس مستعدين؟ خلينا نشوف مع بعض. أول حاجة لا جراماتيكا. لا جراماتيكا على السؤال، الأسئلة اللي جاية كلها على القواعد. إليه لا ريسبوستا كوريكتا. إليه لا طالب مني إني أختار الإجابة الصحيحة. الجملة بتقول يو وطالب مديني نقط سيمباتيكا. طالب مني أستخدم الفعل المناسب. خلينا نشوف مع بعض إيه الفعل المناسب. اسال نفسي سؤال يو ده ضمير الفاعل انا ومدينه نقط وبيقول لي سمباتيكو، سمباتيكو دي صفه إذن الف... ايه الفعل اللي انا بستخدمه مع الصفات هو البيربو سير موي بيان يعني انا هستبعد تانجو هستبعد ديابو يبقى انا عندي اس او ساي البيربو سير بيتصرف ازاي مع يو يو صوي موي بيان نشوف الجمله التاليه Ella no es graciosa. Ella no es graciosa. هي مش لطيفة. وناخد بالنا من ده. يبقى أنا هحط إيه في الإجابة؟ الcontrario de graciosa. timida. ولا antipatica. ولا seria. ولا sociable. ها؟ graciosa. el بتاعها. est es سريع حد استغراسيوس يعني مرحة أما سريع شخصية جادة موي ننتقل لجملة التالية ميجيل اس سيمباتيكا انتيباتيكاس سوسيابلي سيرياس خلينا نبص على الصفة الأولى اللي هو جايبها لي في الاختيار ميجال ده شخص مفرد مذكر سيمباتيكا ما تنفعش دي صفة للمفرد المؤنث antipathicas جمع مؤنث نستبعدها sociable مناسبه للمؤنث والمذكر serious جمع مذكر يبقى اذا الصفه المناسبه عندي هنا هي sociable muy bien Sara y Susana son. Sara y Susana son. Baja, guapas, altos. sociable سارة وسوسانا ايه؟ دول جمع مو بيان لان البيربو اتصرف معاهم ما هو صن؟ ايه الصن؟ لا دي صفة للمفرد المؤنث مش مناسبة، جواباس صفة لجمع المؤنث إذا مناسبة، التوس صفة لجمع المذكر مستبعدة، سوشيابل صفة للمفرد بنوعيه تبقى برضو مستبعدة، إذن الإجابة هنا هتكون سارة اي سوسانا سون جواباس. بيرفكت. Miguel no tiene amigos. Miguel no tiene amigos. Mandú sadaquot. Mis bien, árabe. Él es sociable, gracioso, tímido, simpática. El chóxi le mabi dorsi y cauin sadaquot. Mabi árabe si cauin sadaquot. Miguel no tiene amigos. Él es tímido. Muy bien. Mi padre. Mi padre. ومديني نقط وبيقول لي Intelligente. Intelligente. Intelligente دي صفة ولا اسم؟ صفة. إيه الفعل اللي بيوصف؟ SOY، إس SER، SOMOS. الـ Verbo SER لما يتصرف مع Mi padre. Mi padre يعني ال، هو. إذا أختار muy bien. Mi padre. es inteligente. El contrario de alegre es. El contrario de alegre es. El contrario de euleziani es lax. Axe alegre, tímido, sociable, triste, pesimista. Axe alegre, mapsuta a la axa triste. Muy bien. زي ما شفنا مع بعض الجمل السابقه كلها كانت على قواعد الجراماتيكا وعلى البوكابولاريو الكلمات اللي احنا درسناها هننتقل دلوقتي للساتواسيونس المواقف اسئله المواقف عندي بتكون على شكلين الشكل الاول كي ديسيس بارا ماذا تقول للتعبير عن كي ديسيس بارا بريغونتار بور لا ديسكريبسيون كيديس بارا بريغونتار بور لا ديسكريبسيون تقول إيه علشان تسأل عن الوصف؟ تسأل هقول مي أميجو اسألتو؟ لأ دي جملة خبرية مش استفهامية. يان البيلو لارجو؟ دي جملة خبرية مش استفهامية. كومو إس تو أميجو؟ دي جملة استفهامية. كيتال؟ إيه الجملة اللي بستخدمها للتعبير أو للسؤال عن الوصف؟ بستخدم أداة الاستفهام كومو بيان يبقى الجملة بتاعتي هتكون كومو إس تو أميجو. اتفقنا يا أولاد إن في أسئلة الاختيار المتعدد متعدد بتبع مبدأ نيجلكشن and selection إني بهمل الإجابات اللي مش مناسبة وفي نفس الوقت بعدها أختار من الإجابات المناسبة وده بيوصلني لأدق الإجابات. نشوف الجملة التالية describir tu amigo de carácter. كديسس para describir tu amigo de carácter. هل أقول Pedro es alto؟ دي جمله بتوصف الشكل الخارجي ولا اقول مي اميجو اس سوسيابل دي جمله بتوصف شخصيه صديقي كومو اريس لا دي جمله استفهاميه مي اميجو بيبي بي ام بي مدريد بي لا ده الفيربو بيبير مش من افعال الوصف بإذن عندي جملتين بيدرو اس ومي اميجو اس سوسيابل جملتين دول للوصف طب هو بيسالني على وصف ايه قال لي الكاركتر يبقى اذا هختار ها Mi amigo es sociable. Mi amigo es sociable, صديقي اجتماعي. ايه الجمله التاليه؟ ¿Qué dices para describir tu amigo físicamente? ¿Qué dices para describir tu amigo físicamente? عشان اوصف صديقي من ناحيه الشكل الخارجي. أو mi amigo es sociable? هنا انا بقول ان صديقي اجتماعي دي صفه بتوصف الكاركتر مو بيان علي اس مروكي مروكي علي اس مروكي مغربي دي جنسيته كومو استو اميغو دي جمله استفهاميه مي اميغو اس دلجادو اذا هي الاجابه هتكون مي اميغو اس دلجادو صديقي نحيف نشوف النوع التالي من أو التاني من أسئلة المواقف بقول كواندو ديثس متى نقول هنا بيديني التعبير ويطلب مني إن أنا أختار الموقف كواندو ديثس إمتى أقول مي بادر إس تيميدو والدي خجول كواندو ديثس مي padre إس تيميدو إمتى أل بريجونتار بور لما أسأل عن السن لا دي جملة إيه؟ خبرية مش مش سؤال. al describir una persona de carácter لما أكون بوصف شخصية إنسان والله هو قال mi padre es timido. ها؟ al preguntar por la descripción ولا لما أسأل عن الوصف لا دي جملة خبرية. al describir una persona físicamente. أنا عندي جملتين هنا. al describir una persona de carácter. لما اوصف شخصيه إنسان وعلى ديسكريبير اونا بيرسونا فيزيكامنتي ولما اوصف انسان شكليا او ظاهريا شكله خارجي عامل ازاي طيب ارجع بقى تاني للجمله بتاعتي هلاقي دي بيقول مي بادر استيميدا تيميدو دي صفه بتوصف الشخصيه مي بيان يبقى الاجابه جبال الصحيحه ال ديسكريبير اونا بيرسونا دي كاركتر دي لولا اس التا اي دلغارا لولا اس التا اي امتى اقول لولا طويله ونحيفه يعني هنا بوصف ايه ألدسير ديسير النومبر ال اونا بيرسونا دي كاركتر انا كده بوصف شخصيه انسان ال بور لا ديسكريبسيون بسال ألدسكريبير اونا بيرسونا فيزيكا منت؟ هرجع زي ما اتفقنا للصفات ألتا تا اي بتوصف وبيان فيزيكا مينت ال اونا بيرسونا físicamente. وبكده بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة. أتمنى لكم بونا سويرت حظ سعيد. قدمت لكم حلقة اليوم سنيورة ريم رفاعي أعدتها سنيورة الشيماء معوض. رجعتها سنيورة جيهان حسين تحت إشراف سنيورة نجلاء زكريا. كل الشكر والتقدير لإدارة العامة للتعليم الإلكتروني. Muchas gracias y hasta la próxima semana. Os corro como os el legal.